بسم الله الرحمن الرحيم اهلا وسهلا ومرحبا بكم اعزائي الرسي مقرر جبر المصفوفات ومع الجزء الثاني من الدرس الثالث في الوحدة الثانية ومع هذه الخاصية من خواص المحددات وهي ان محدد حاصل ضرب اي عدد في مصفوفة A هو كي اس ان حيث ان بعد هذه المصفوفة في محدد المصفوفة الاصلية بعد اخذ كي عامل مشترك فمعنى أن كي مضروب في مصفوفة هو أن هذا العدد كي مضروب في كل عناصر المصفوفة. فإذا أخذنا على سبيل المثال العدد كي عامل مشترك من الصف الأول والصف الثاني و. الصف الثالث فإن قيمة هذا المحدد هو كي في كي في كي أي كي تكعيب كي أس ثلاثة حيث ثلاثة هو بعد هذه المصفوفة ثلاثة في ثلاثة في محدد المصفوفة الأصلية بعد استخراج كي منها وإليكم المثال العددي المصفوفة ايه عناصرها عشرة سالب عشرين اربعين وهكذا كلها عناصر تقبل القسمة على عشرة وهي عناصر كبيرة فإذا حسبنا محددها كان الناتج أعداد كبيرة فيتيسير هذه الحسابات يمكننا أن نأخذ عشرة عامل مشترك من المصفوفة ويكون قيمة محدد هذه المصفوفة هو عشرة أس ثلاثة حيث ثلاثة هي بعد هذه المصفوفة ثلاثة في ثلاثة نضربه في قيمة المحدد ذو الأعداد البسيطة كما نرى 1 2 4 3 0 5 وهكذا الذي يمكن أن نأتي به بأي طريقة من الطرق التي أخذناها سابقا فتكون النتيجة النهائية 1000 10 أس 3 5 قيمة المحدد الأصلي للمصفوفة فتكون النتيجة النهائية 5000. الخاصية التالية من خواص المحددات وهي إذا كانت A إيه؟ و وسي مصفوفات مربعة بالمقاس إن في إن بمعنى أن كل صفوفها متشابهة في المدخلات في الأعداد إلا صفا واحدا هو الصف رقم R وكان هذا الصف رقم R في المصفوفة C يمكن أن نأتي به كحاصل جمع الصفين المقابلين في A و B فإنه في هذه الحالة يمكن أن نكتب الجملة التالية محدد المصفوفة C هو مجموع محددي المصفوفتين A و B ويمكن كتابة هذه النتيجة أيضا بالنسبة للأعمدة فما يقال على الصفوف يقال على الأعمدة في المحددات كما قلنا من قبل وإليكم المثال التالي في البداية هذا مثال مجرد من الأعداد، المصفوفة A عناصرها A11 A12 A1, وهكذا، كذلك المصفوفة B الصف الأول متشابه مع المصفوفة A A11 A12 يختلفان فقط في الصف الثاني B21 B22، B2, B2. إذا أتينا بمحدد المصفوفة A ذائد محدد المصفوفة B لوجدناها كما يبدو لنا وبالاختصار نجدها تساوي a واحد واحد في a اثنين زائد b اثنين ناقص a واحد a واحد زائد b اثنين واحد والتي يمكن أن نكتبها في صورة المحدد التالي determinant a واحد a واحد والصف الثاني a زائد b اثنين مجموع الصفين الثانيين في المصفوفة a و b ا 2 2 ب 2 2 هذا هو اثبات تلك الخاصيه واليكم المثال العددي التالي فالمصفوفه 1 7 5 2 0 3 1 1 و 5 و 6 يمكن ان نكتبها كمجموع محددين كما ياتي الصف الاول والصف الثاني متشابهين في المصفوفتين الجديدتين، الاختلاف فقط في الصف الثالث هنا واحد وهنا صفر، وإذا جمعناهما معا يعطينا واحد وهو مجموع العنصر الأخير، العنصر الثاني في المصفوفة الأولى أربعة وهنا واحد ومجموعهما خمسة كما هنا، العنصر الأخير هنا سبعه وهنا سالب واحد مجموعهما سته كما هنا في المصفوفه التي على الجانب الايسر